وصلنا سوا لأهالينا. تنتشر مراكز تمكين المرأة بكثرة في المناطق التي يلجأ إليها السوريون بمعظم البلدان اللي يقيمون فيها. وفي بادرة جديدة من نوعها، مركز لنكن معنا التركي يقيم ورشة عمل لكتابة القصة والسينما، هدفها تمكين المرأة. المزيد بعد هذا التقرير. أنا اكتشفت هالشي، يعني من قبل ما كنت أبدا مفكرة أمسك ورقة وقلم، بس في تجربة نفسية ضغطتني شوي وقل كتير تفاعلي مع العالم وهيك، فبلشت أكتب. البحث عن أمل للمرأة السورية، عنوان ورشة للكتابة القصصية لنساء تبحث عن ذاتها في شتات المغترب. فكان لابد من رحلة للبحث عن أدوات تمكنها من مواجهة تحديات الحياة الجديدة عليها. عشت التفاصيل كتير. نسرين كانت موجودة شوي بالشخصيات، حتى لو كان في شيء ما بيشبهني، بس فوتت شوي من أحاسيسي بالموضوع. الورشة أقامتها منظمة لنكن معا لمجموعة من الفتيات السوريات المهتمات بالكتابة في مدينة اسطنبول، لتظهر المرأة السورية بوجه مغاير عما هو متعارف عليه من الصورة النمطية للسوريات داخل هذا البلد المضيف. الفكرة جاءت من خلال العمل مع النساء المهاجرات، حيث ينقلن الأدب والفن عن طريق كلامهن دوما، ولكن دون الانتباه لهذا. لذلك قمنا نحن بتنظيمه ليتحول إلى قصص مكتوبة لإيصال صوتهن كما يجب. كل النساء السوريات عانينا من صدمة الحرب، وقد لاحظنا نحن ذلك، فأردنا العمل على نشر أفكارهن بطريقة أدبية لتحسين الصورة العامة عن المرأة السورية. تجسيد الواقع من خلال الكتابة قد يحتاج القليل من شجاعة المرأة السورية لتكتب عما يدور في خاطرها وتلقيه على الورق دون تردد أو خوف من المستقبل، أو ربما تكون بشكل عام. الكتابة رئة ثالثة، تنفس بيعني لي كتير. عن هذا الموضوع عموما معنا بالاستوديو فاتن سراج، منسقة ورشات دعم اجتماعي. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. تشرحينا اول شيء، انت كنت منسقة الورشة صحيح فاتن؟ شو الهدف منها كان؟ كان الهدف من الورشة هو تسليط ضوء على إمكانيات عند المرأة السورية، ونطالعها من الصورة اللي موجودة بذهن المجتمع التركي، اللي هي المرأة السورية هي الصبي، هي الست اللي بتوقف على دور الكملك، أو الست اللي بتروح بتطالب بالمساعدة، أو الست اللي بتقاتل أحياناً حتى هي تأخذ كيس مساعدات تماماً. فكان هدفنا هو نفرجيهم إنه الست السورية هي مش هي الست اللي أنتوا رسميها ببالك، إنه هي كمان مش الزوجة الثانية والثالثة والرابعة كمان بنفس الوقت. فنحن أن ورشة الكتابة هي أفضل شيء، يعني الإبداع، أو نفرجيهم إنه نحن جاهزين فينا نقدم أكثر وأكثر بعيد عن كل هاي المنظورات من خلال هاي الورشة. كيف كان صدى هاي الفعالية عند النساء المشتركين بالورشة؟ النساء المشتركين صراحة بالبداية كان كتير صعب إنه نلاقي صبايا، يعني أغلب الصبايا اللي كانوا عم بيشاركوا هن رفقاتي أو رفقات الصبية اللي كانت معنا منسقة كمان معنا تانية بالمشروع، هاي بالبداية. بس بعدين بلشنا نشوف إنه الصبايا كتير متشجعين، الصبايا كتير حابين، كتير بلشوا يحاولوا يحكوا مع المدربة إنه كيف فينا نطول المدة تبع الدورة. كيف؟ تماماً، أكيد كتير كبير. طيب هلا عادة ذكر ورد معنا عبارة تمكين المرأة والكتابة، عادة يعني بنسمع مشاريع تمكين المرأة بيكون إما عمل يعني دعم لمشروع مثلا صغير أو ما شابه، كيف الكتابة ممكن تكون وسيلة لتمكين المرأة؟ ما هي الكتابة بتندرج ضمن المهن اللي ممكن أي ست فيها تمتهنها، بس بشكل عام النساء اللي كنا عم نجتمع معهم بمراكز الدعم الاجتماعي تبع النساء اللي باسطنبول، اغلبهم النساء السوريات طبعا، اغلبهم هم صبايا نشيطات جدا، مبدعات كثير صدقني، ودائما عندهم القدره انهم يقدموا كثير. اللي صار انه هن دائما عم يحكوا، عم بينشروا، عم بيتشاركوا بكل شيء، بس بلكي بجمل مبعثره شوي، او بلكي ما عم بيفرجوه ما عم بيطلقوه للعالم كثير. فنحن كان هدفنا انه نعطيهم ورقه وقلم، نقول لهم تفضلوا اكتبوا انتم واعملوا انتوا، وخلينا نحن نساعدكم بنشر كتاب او كتاب بثلاث لغات رح ينتشر بنهايه الدوره، انجليزي وتركي وعربي. الكتاب شو بيتضمن؟ رح يتضمن النصوص اللي كتبوها النساء، تقريبا كل صبي، نحن 10 صبايا، كل صبيه كتبت تقريبا 5 أو 6 نصوص، فالكتاب رح يتضمن كل النصوص، ورح نشوف التطور من اول نص بلشت فيه كل سيده للنص الاخير.
النص شو المحتوى تبعه؟ في شخص، في تجربة معينة، تجربة شخصية معينة، أو كان اقتراح المواضيع من حضرتكم أو منهم؟ المواضيع هي مسؤولة عنها المدربة التركية الموجودة معنا، هي اللي عم تطرح أفكار المواضيع، بس الأفكار دائما هي مختلفة من أسبوع لأسبوع بتكون. وراح تشوفوا إنه اللي حيحب يشوف الكتاب أو يقراه بالأخير، الأفكار هي دائما احنا عندنا موضوع واحد بس بخمس او بعشر ارواح مكتوب، ومناقش بعشر طرق، وموصف بعشر طرق، فهذا شيء كثير حلو، اعطى معنا كثير. الافكار اللي موجوده بالنصوص هي احيانا بتتحدث عن العنف الاجتماعي، احيانا بتحكي عن العنف الاقتصادي اللي بتواجهه المرأة، او احيانا عن مشاكل او اشياء حدثت مع النساء نفسهم اثروا فيهم، فحاولوا يفرجونا اياهم بالقلم او بكتابتهم اللي يعني. هل هو تجارب شخصيه اكثر ولا نصوص ادبيه؟ نصوص ادبيه بحته، بس تحكي تجارب شخصية من المشاكل أو من الأحداث اللي عاشوها النساء. المشاركة التركية كانت بس من قبل المدربة؟ المدربة التركية، والمنظمة المسؤولة اللي وافقت تدعم لنا المشروع هي منظمة تركية. وحضرتك أنت المترجمة؟ أنا المترجمة والمنسقة. هي الفكرة أساساً كانت فكرتي أنا والصبية التركية، نحن رفقة، فهي كانت فكرتنا نحن نعمل هذا الشيء. النصوص المبدئية اللي كتبوها الصبايا، قد فينا نعطيها تقييم من قبل المدربة يعني اللي طلعت عليهم؟ هلا انا ما فيني اجاوبك على هذا السؤال. دوما الصبايا بيشاركوا؟ لا هن كلهم عن جد مبدعين كثير، يعني قلت لك من البدايه كانوا كلهم انه انا ما فيني اكتب اكثر من خمس اسطر، انا بشارك شيء على الفيسبوك، بس بعدين صرنا نشوف انه اقل صبيه بتكتب صفحتين او ثلاث صفحات صارت هلا، اللي كانت تقول ما فيني اعبر، انا ما بحكي غير جملتي سعيده او حزينه وفقط، هلا صارت تعبر عن حزنها وعن سعادتها بطريقه كثير ادبيه وبطريقه كثير حلوه. طيب يعني هل هو نشاط رح يكون مستمر يعني جزء من مشروع كامل، ولا هو بس مجرد هي دورات؟ المشروع باسطنبول هو 10 اسابيع باسطنبول، نحن حاليا عم صار تلاقي رواج كثير حلو بين المدن التركيه، فهلا عم نفكر ننزل على المناطق الجنوبيه، ريحانيه، عنتاب، انطاكيا. اللي حابات يشاركوا كيف بيشاركوا ب الورشات؟ كيف عم تم يعني الترويج؟ يعني هلا هي اول دوره صراحه، نحن هي اول مره بنعملها، بس اسم المنظمه مذكور، ونحن دائما بنعمل اساسا دورات وبرامج تعليميه بتخص النساء. في مركز دعم كمان اكيد للنساء بمنطقه سفاكوي باسطنبول، النساء كلهم بيقدروا يتواصلوا معنا، فمن خلال المركز النساء بيعرفوا. هو شو اسمه بس اللي حابب يعرف؟ المركز، المنظمه اسمها بلابر جدرني، منظمه كلنا معا. لنكون معا، او مثل ما ترجموا. في المشاركات كانت من قبل الأشخاص يمكن عندهم موهبة معينة، في شيء تدريبي لتطوير بالكتابة، قواعد معينة مثلا، أسس معينة؟ أحد المشاركات صراحة هي عندها تجربة سابقة، وحتى هي عندها كتاب كاتبته بسوريا، بس ما كان عندها القدرة أنه تنشره بسبب خوف أو أي شيء ثاني. حاليا هي مستعدة تنشر كتابها. الصبايا الثانيين منهم ما عندهم أي تجربة بالكتابة، منهم أنا ما عندي أي تجربة بالكتابة، هلأ أنا حاسة حالي كثير مرتاحة فيني أقدم أكثر وأكثر، وفي منهم عندهم تجارب قديمة بس ما لهم متمكنين زيادة من الموضوع. وكيف ردود الأفعال كانت من جانب يعني خارج هدول، يعني الأتراك مثلا نفسه، أنه في ردود فعل معينة كانت؟ هلا بشكل عام المجتمع التركي دائما لما بشوفوا حدا سوري انه اخ انت السوري نحن لازم ندير بالنا عليه، وبينصدموا من اي شيء منيح ممكن يعملوا السوريين، بس النساء اللي نحن بنشتغل معهم التركيات اساسا ما عندهم هي النظره تبع السوري والتركي ابدا، ما هي موجوده عندهم، فنحن كثير متعاونين معنا، كثير عندهم علاقات منيحه، بنوا علاقات كثير منيحه مع الصبايا رغم وجود حاجز اللغه، يعني اغلب الصبايا المشاركات ما بيحكوا تركي، فعم بيصير ترجمه لكل شيء عم بيصير، رغم هذا الشيء كان علاقة كثير منيحة. قد وصل عدد المشاركات هلا؟ حاليا نحن 10 صبايا. 10، والمرحلة الجاية امتى رح تكون المرحلة الجاية لسه مش مبين، رح يصدر كتاب ب 8 آذار على بعيد المرأة، بعد الكتاب رح نشوف الأصداء اللي رح تصير من خلال على نشر الكتاب، ومن بعدها بنكمل الشغل. رح تنتهوا يعني مرحلة مرحلة، ما رح تكون انه موجودة بأكثر من مكان وبعدين يتم الانتقاء؟ لا حاليا بس من اسطنبول. نخلص من اسطنبول وبعدين نخلص؟ تمام. أكيد ما نخلص. نتمنى أكيد يكون في موهوبين أكثر وموهبات أكثر. بدنا نعطيكي هيك مجال صغير ل يمكن تتحمسي أو حتى تخبري اللي حابين مثلا يشاركوا بهي الفعالية أو تدعيهم لإلها.
هلا انا بالنسبه لي انا دائما بدعي كل النساء السوري اللاجئات او بما اني بنطق باللغه العربيه فبدعي دائما النساء الناطقات باللغه العربيه دائما انه نحن مستعدين دائما نقدم لهم كل الدعم نكون معهم 100% نساعدهم دائما حتى يعملوا الشيء اللي هن بيحتاجوه او هن بيحبوه مش ضروري بالكتابه بالرسم بالموسيقى او باي شيء ثاني هن بيحبوا يشتغلوا هذا الشيء من خلاله مراكزنا بتقوم بتقدم كل المساعدات للنساء فنحن دائما معهم نحن دائما مستعدين انه نكون معهم 100%. شكرا جزيلا لك فادي السراج من السقة ورشة الدعم الاجتماعي بمنظمة كلنا معا تماما اسمعيك بالعربي كلنا معا يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على الفكرة الحلوة أكيد شكرا كثير لمزيد من الموضوعات فيكم تزوروا موقعنا على تلفزيون www.syria.tv وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر موعدنا بكرة بنفس التوقيت إلى اللقاء 6:05 بتوقيت دمشق نشوفكم بخير